احتجاج الرهائن في منطقة إل أميناس مرشحة للارتقاء. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انتهاء الأزمة بمقتل 23 رهينة و32 مسلحا من 6 جنسيات. بعد ساعات على انتهاء عملية احتجاز الرهائن في إل أميناس في جنوب الجزائر وفق ما أعلنت الشركة اليابانية المشغلة لهم. الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن 3 بريطانيين وشخصا يقيم في بريطانيا قتلوا في عملية احتجاز الرهائن في الجزائر، مرجحا مقتل 3 بريطانيين آخرين في هذا الهجوم. ناشطون سوريون معارضون صورا لما قالوا إنها عملية قصف لمدينة بصرة الحرير في مدينة درعا شنته القوات الحكومية. من الأمم المتحدة في دمشق مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تطورات الأزمة في سوريا. أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس أن المعارضة السورية ستعقد اجتماعا في باريس في 28 من يناير الجاري، وفي اسطنبول تتواصل الاستشارات بين أعضاء الائتلاف السوري المعارض لاختيار رئيس للوزراء لقيادة حكومة انتقالية. ويقول أعضاء السامة علي الجاري